إنه مسار دراجات كما في العديد من المدن الأوروبية، لكنه مثل ثورة في برلين التي هي أول من وضعها وبسرعة في بداية الجائحة في آذار العام الماضي. ولدت الفكرة من مسؤول النقل في منطقة فريدريكشاين كروزبرغ، ووافقت عليها رئيسة البلدية. هذا يسمى عمل تكتيكي، لا تفكر في خطط ستطبق إلى الأبد ومتى سيتم تنفيذها، بدل من ذلك تقوم بأشياء على أساس مؤقت وتنظر إلى النتائج لاحقا. مسارات الدراجات التي يبلغ طولها 8 كيلومترات والتي أنشئت في ذروة الوباء موجودة هي لتبقى. جعل مسارات الدراجات هذه مستدامة أمر استغرق عاماً، إنها سريعة بشكل استثنائي. خلال الجائحة ازداد استخدام الدراجات بنسبة 25% في المدينة، حيث تجنب الناس وسائل النقل العام، وتأكد هذا الاتجاه على هذه المسارات المؤقتة حتى عندما امتلأت قطارات الأنفاق والحافلات مجدداً. كان هناك نهر فلن يسمح الناس لاجتيازه، لكن إذا شيدنا جسرا سوف يعبرونه، وهذا ينطبق على مسارات الدراجات. قامت مدن أوروبية أخرى مثل باريس وبرشلونة وبروكسل بتوسيع شبكة الدراجات الخاصة بها أثناء الوباء أكثر من برلين. في العاصمة الألمانية يرى البعض أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات غير كافية. تقوم مبادرة برلين خالية من السيارات بجمع التواقيع من أجل استفتاء على فكرة منع السيارات من الدخول إلى مركز المدينة. مسارات الدراجات الجديدة رائعة، إننا بحاجة إليها، لكن عندما ننظر إلى الدراسات الحالية كدراسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ندرك أن لا وقت للانتظار لبناء مسارات مؤقتة كل عام، قد تصبح دائمة في يوم ما. بينما كانت برلين أول من خصص ممرات لراكبي الدراجات خلال الوباء، لا تزال هناك الكثير من الأماكن خالية منها. المسارات المؤقتة بداية جيدة، لكن في معظم أنحاء العاصمة الألمانية عهد السيارات مستمر.